يعني بس عشان ناكد على شغله يعني رغم التمديد ليوم ثاني الا انه ظل 123 الف طالب ما تقدموش للامتحان حتى الان رغم التمديد ليوم ثاني هي اول شغله، ثاني شغله اللي بيحكي فيه الاستاذ عبد الغفور مهم جدا بيقول لك في طلاب في عندهم اخطاء في في ادخال الارقام الوطنيه، معناته هذا الطالب ما عمروش دخل المنصه لانه هو لانه الشهر اللي فات كلياته هو بيدخل على رقمه الوطني صح؟ مش صح هو لم يستطع ادخال ادخال الرقم الوطني إدخال ما دخلوش معناته اول مره بيدخل ومش عارف يدخل يعني هاي مشكله كبيره لا النقطه الاخرى انه في طلاب ما عندهم عدم توفر اجهزه لديهم وهذا صح وهذا مهم نعم وهذا دليل انه في فشل انا كيف لا, لا انا كيف بدي ابني آآ آآ دكتور 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 بس اوضح اطلاق يا الاحكام ممكن اطلاق ممكن الاحكام يا ريت يا ريت ما نتعرض لتجربه لتجربه اردنيه تجربة إذا هذه لي أكمل بس آه يعني إذا آه لي أكمل أنا ما بحكي الوزارة فاشلة أنا بحكي في فشل في هذه الجزئية ما معناته بتهم الوزارة إحنا في البداية في بداية الجائحة والكل بيعرف حملة ذبحتونا وقفت إلى جانب الوزارة ودعمنا ولم نصدر أي تصريح فيه أي نوع من الانتقاد للوزارة من شهر اليوم من شهر اليوم بيان بس خليني أكمل نعم. ولكن اليوم البيان اللي صدر بيحكي في جزئية العقلية اللي بتتعاطى مع أنه في عندي 211 ألف تقلص ولا 123 ألف انظر إلى النصف الملآن لا أنا ما بنظر أنا بنظر إلى أنه في 123 ألف طالب انحرموا هاي نقطة النقطة الثانية لما بدي أحكي عن منصة المنصة بدها ثلاث شغلات بدك انت الدخول الها وبدك الماده المقدمه وحجم الاستفاده منها وبدك التقييم، هدول الثلاث شغلات، في مساله الدخول في عندك القدره على الدخول، في عندك الالتزام بالدخول، يعني الطالب بده يكون عنده قدره، عنده اكسس، قادر على انه يدخل، والنقطه الثانيه اذا عنده قدره انه يكون ملتزم بالدخول. في القدره على الدخول استاذ عبد الغفور، في عندنا احنا اشكاليه انه حتى والنت موفر مجانا ولكن يشترط في انه حزم النت تكون فعالة يعني الولي الامر اللي النت عنده مفصول ما بيقدر يشبك هاي نقطه كثير مهمه نعم <applause> صح ولا لا <applause> هاي مهمه جدا <applause> وهذا ادى بشركات الاتصالات انها اصبحت تفصل الاشتراك مش على انك زي سابقا ثلاث اشهر ولا على شهرين ولا على شهر على الشهر المقدم انك تكون دافع الشهر عشرة اللي احنا فيه تخيل لاي لأ درجه احنا سمحنا لهي الشركات انها تستغل وكان يفترض الوزاره تشترط على شركات الاتصالات انه ما تفصلوا النت هاي اول شغله النقطه الثانيه في الالتزام بالدخول والقدره على الدخول مع بعض نيجي نشوف الارقام في الاغوار الجنوبيه كان في عندنا الحضور الطلبه وعشرين الحضور 8500 53% الحاضرين مثلا اعلى نسبه حضور اجت في لواء الجامعة 52 ألف طالب و172 حضروا منهم 47 ألف 92% أعلى نسبة بتيجي بعدها لواء وادي السير أعتقد 90% ومن ثم تنزل ثمانيات يعني أنت عندك عندك في في مديريات تعليم 50% من الطلاب لم يحضروا بالمطلق